ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج القوس ليوم الاثنين 30 مايو/ايار 2022. الموضوع ده بيزداد صعوبة النهاردة في الشغل، علشان كده لازم انك تتقبل عروض المساعدة من زملائك علشان يقل قدامك جبل الشغل اللي بيقبع بشكل تدريجي اكتر، لغاية ما يصبح مهام هتعرف تتعامل معاها. بعد كده هتتسم حياتك الخاصة بعدد كبير جدا من النزاعات، مهما كانت النهاردة هتكون مزاجيتك غير قادر على ضبطها. انفعالاتك كتيرة، إلا إن الجو النهاردة بيتكلم عن عملية فنية خلاقة جدا هتعود عليك بنتائج إيجابية كبيرة جدا جدا. عاطفيا النهاردة هتزول خلافات كتيرة بشكل تدريجي، هتبقى قادر على إنك تفرض وجهة نظرك، فهتنتصر على بعض المنافسات اللي هتبقى عندك. صحيا النهاردة هتتجنب قدر المستطاع المأكولات الدسمة بالمساء اليوم ده، هتستعيض عنها بكل الحاجات اللي بتبقى خفيفة وصحية أكتر ليك. توقعات العشرية الأولى مواليد 22 نوفمبر ل1 ديسمبر. ما تندهش لو كنت بتشعر النهاردة بأنك في تواعك شوية في صحتك، أو حتى أن مزاجك سيء ومشوش. بيفضل انك تشوف الخطب ايه ورا الموضوع ده وتعتني بيه مرة تانية. هتعيش فترات هتملأها حيوية وارتخاء، ما تديش لنفسك انعكاسات بعدم رضاك في اليوم ده امام اشخاص كتير جدا حواليك، خاصة العاملين بالمصالح العامة امام كل رؤسائك، لان الفترة دي مش فيها وقت مناسب انك تدخل فيه مجادلات ونزاعات كتيرة. توقعات العشرية التانية مواليد 2 ديسمبر ل11 ديسمبر. عندك حماس ونشاط مفعم جدا، هتتأرجح في اليوم ده بين حماسك ونشاطك بين فتور العزيمة والإحباط أكتر من المعتاد. هتحاول إنك تفتكر إن الماضي هيتيقن أكتر، اللي بيبدو قدامك النهاردة كان معقد مش هيكون ليه أي أهمية عن قريب. هيساعدك ده علشان تعرف تقدر كل أمورك وكل الصعوبات اللي بتعتبر نسبية. الوقت ده بيخليك على وفاق أكتر مع نفسك ومع محيطك، وهيحقن جو من المعارضة من الأشخاص اللي حواليك. توقعات العشرية الثالثة مواليد 12 ديسمبر ل21 ديسمبر. عندك حيوية النهاردة وفي غضب من غير أي روابط، طاقتك مشحونة جدا ممتلئة جدا، في حماسة كبيرة فيها، لكن للأسف ممكن تنفلت الطاقة دي من غير سابق إنذار. هتظهر في نوبات غضب وترسة وعدوانية، هيلحق بيك أشخاص كتير جدا الضرر النهاردة، بس عليك في الوقت ده إنك تتجنب النزاعات وتبحث عن الحلول الوسطى وتكون متعاون.